أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. سيشن 2 هتبقى بنكمل فيها لكشر 6 في الاندوكراين، بناخد الـ Disorders of Parathyroid Gland، الغدة الجار درقية. فنتوقع على الله نبتدئ. الـ Disorders كما هي الحال دائما ابدا بينقسم الى قسمين. ففي عندي هياخد شكلين، يا هايبو باراثايروديزم وده الاشهر، ده اللي هنركز عليه، ده اللي بيجي في النظر كتير، يا هايبر باراثايروديزم. في الاول احب اقول لكم معلومه جميله وتاخد بالك منها، انه في الهايبو باراثايروديزم there is hypocalcemia، وفي الهايبر باراثايروديزم there is هايبركالسيميا. يعني ماشي الكالسيوم ماشي مع مستوى الباراثرمون. خلاص، في الهايبو باراثيروديزم there is هايبوكالسيميا، وفي الهايبر باراثيروديزم there is هايبركالسيميا. دي اهم معلومه، يعني دي افتتاحيه، لو بدات بيها خطا ما حدش هيسمعك. وخد بالك ملحوظة كمراجعة كده خفيفة، إن في الثيرويد ما كانش هو ده الحال يا أولاد. خلاص؟ أمال إيه اللي كان بيحصل في الثيرويد؟ في الثيرويد كان الكوليسترول ماشي عكس الثيروكسين. في الهايبر ثيروديزم there is hypocholesterolemia، كانت من أهم المعلومات. وفي الهايبو هايبو ثيروديزم there is hypercholesterolemia. دي معلومة أحب تقعد فاكرها مع حييت. إن الكالسيوم ماشي طرديا مع مستوى الباراثرمون، بينما الكوليسترول ماشي عكسيا مع مستوى الثيروكسين. دي من اهم الاسئله في الام اس كيو تبقى عارفها. طيب هنبتدي الاول بالهايبو باراثيروديزم. يبقى في الهايبو باراثيروديزم قلنا في هايبوكالسيميا، في هايبوكالسيميا هتؤدي الى تيتاني، ده اللي هنشرحه، ده الموضوع الاساسي عندنا. يبقى فيه هايبوكالسيميا. طب انا اسف بس هصلح حاجه تشينجز ان، يبقى هتؤدي الى مرض التيتاني. فهسيبه ده لانه ده اهم حاجه هقوله في النهايه. وفي الهايبر نبتدي الاول بالهايبر باراثيروديزم ذير از هايبركالسيميا. الهايبر باراثيروديزم يا اولاد في يوجد نوعان من الهايبر باراثيروديزم، اللي هو فيه هايبركالسيميا، يا برايمري هايبر باراثيروديزم ودي الاهم، يا اما سكندري هايبر باراثيروديزم ده للاوائل. يبقى عارف ان في يوجد نوعان، يا برايمري يا سكندري. البرايمري هايبر باراثيروديزم سببها ايه؟ انا علمتكم ان لما اقول برايمري يبقى الخلل في الغده ذاتها، في نفس الغده مش في حته اخرى، فده بقول برايمري. فهنا غالبا الخلل بيبقى سببه ادينوما، وعلمتك كلمة أومة يعني ورم، أدينو يعني جلاند، ورم في غدة الباراثيرويد. وحميد على فكرة نوت كانسرس، لو كان كانسر كنا قلنا أدينو كارسينوما. يعني بعلمك حاجة اعتبرها فقط المعلومات العامة، أومة أي حاجة تنتهي بأومة أو إم إيه في الطب بيبقى ورم، ورم ما قلناش خبيث. أدينو يعني في الغدة، أدينوما يعني ورم في الغدة، حميد. لو كان خبيث كنا قلنا ادينو كارسينوما، عشان مهم في ممارسه الطب لما عيان تلاقي عنده هايبر باراثيروديزم ما تتخضش وتلاقي ورم في غده الباراثيرويد فتقول ده خايفين يطلع كانسر، لا، احتمال انه يطلع كانسر فيري ريموت، مستبعد جدا. معظم اورام الغده الجار درقيه بتبقى حميده. او ممكن حاجه ثانيه، مفيش ورم، في مجرد زياده hyperplasia و enlargement of parathyroid gland في one or more، لان هم اربع غدد واحدة اربعة. يبقى برضو دي معلومة مهمة جدا بقولها للزملاء الاصغر سنا، عيان عنده hyperparathyroidism primary hyperparathyroidism في الاغلب mostly ما هياش حاجة خبيثة، يا ادينوما يا hyperplasia. hyperplasia يعني زيادة في عدد الخلايا، hyper يعني زيادة وplasia يعني تخليق، زيادة في تخليق الخلايا. For one or more of the parathyroid, the four parathyroid glands.
طب اهم حاجة في الام اس كيو تشينجز اللي بتحصل في البلد. اهم حاجة قلنا ان الكالسيوم متمشي طرديا مع الباراثرمون، لانه وظيفة الباراثرمون الوحيدة انها تزود الكالسيوم، هو مش وظيفة تانية غير كده. ففي الهايبر باراثيرويديزم ذير از هايبر كالسيميا اهي، خلاص هيجيبها منين الكالسيوم ده؟ معظم هذا الكالسيوم جاي من المخازن من البول، فبيحطم البول ويزود الكالسيوم. عشان كده قلت معلومه حفظتها العجيال، ان اكبر معول لتحطيم البول هو الباراثورمون هرمون، ولا يتاثر البونز في مرض قدر تاثره في الهايبر باراثيروديزم. يعني البلد في هايبر كالسيميا، جايه منين الهايبر كالسيميا دي؟ من تحطيم البون اساسا، طبعا جايه كمان من زياده الامتصاص من الانتستين وزياده الريابزوربشن من الكيدني، كل ده سورسز، بس المصدر الاساسي للهايبر كالسيميا في الهايبر باراثيروديزم من البون، يبقى البون انتهى زي ما نشوف. طيب هذا الهايبر كالسيميا هتؤدي لمصيبه تانية، انه الكالسيوم ده هينزل في اليورين فيحصل كالسينوريا، يعني كالسيوم ان يورين، وطبعا دي هتؤدي لمصيبه هنشوفها دلوقتي ستونز. نيجي بقى دي الغلطه المشهوره، الفوسفات في الدم بيحصل له ايه؟ احنا عارفين الباراثورمون في الكيدني كان بيزود الفوسفات اكسكريشن، بيمنع الفوسفات ري ابزوربشن في البروكسيما، لو كنت فاكر بيعمل له اكسكريشن عشان يشتغل كبفر. فلما الباراثورمون يزيد ويرمي فوسفات كتير، يبقى الفوسفات في الدم هيقل، هايبوفوسفاتيميا، وينزل في اليورين يبقى فوسفاتوريا. انا بحب تملي التسهيل يا اولاد ونفهم بطريقه لطيفه. فانا لخصت لك البلاد واليورين تشينجز اللي هو اهم سؤال في البرايمري هايبر باراثيرويديزم، في ان الكالسيوم والفوسفات في الدم والكالسيوم والفوسفات في اليورين. افتح ودانك، كله زاد ما عدا واحده، الفوسفات نقص في الدم بس، انما اليورين الاثنين زادوا، كالسينوريا وفوسفاتوريا. في البلد الكالسيوم زاد في الدم هايبركالسيميا، والفوسفات نقص بس، دي اللي تاخد بالك منها، هي دي اللي يغلطك فيها في الام اس كيو. يبقى في الهايبر مش الاربعه زايدين، ثلاثه زايدين ما عدا الفوسفات في الدم بينقص. ايضا واضح. تعال بقى المانيفستيشنز، ايه الخطوره على العيان ده؟ ان احنا العيان عنده كالسينوريا، تخيل كميه كالسيوم بالهبل جايه من البول ونازله في البول، خلاص في اليورين، جايه من البول ونازله في اليورين، فالعيان هيحصل له رينال ستونز، وطبعا كالسيوم كتير في البول عنده اكسسيف يورينيشن. عايز اعلمكم حاجه في الطب كويسه جدا، عيان عنده مالتبل ستونز في الكيدني او ريكارنت ستونز، بنشيل ستون ترجع تاني، يبقى احنا نقولها في جمله واحده، مالتبل ريكارنت ستونز في الكليه، الطبيب النابغ لازم يفكر العيان ده عنده هايبر باراثيرويديزم، احد اشهر اسباب. يبقى لو عندك قريب بيجي له حصوات متكرره او متعدده غالبا بيبقى سببه هايبر باراثيرويديزم، لازم نشوف مستوى الباراثيرويد وننقصه، نشيل الادينوما، نعمل حاجه. وطبعا الكالسيوم كتير بيؤدي الى اكسسيف يورينيشن. نيجي بقى المصيبه الاكبر في البونز، احنا قلنا الكالسيوم ده جايبه منين؟ هو اكبر معول لتحطيم البون هو الباراثيرمون، فبيحطم البون، فبيبقى في بون ويكنس، ضعيف وفراجايل، فراجيل يعني هش قابل للكسر، ان بون فراجيل ان بون اند جوينت بين. طيب انا عايز اقول لك حاجه، ضعيف لدرجه العيان وهو ماشي ما حدش ضربه في رجله ولا في ايده يتكسر البون، نسميها باثولوجيكال فراكشن. في السيفير كيسز بتاعت الهايبر باراثيرويديزم بيبقى البونز من كتر ما اتحطم مش في ثقوب، العيان اللي بياخد كورتيزون البون بيبقى فيه ثقوب بورز، ده بيبقى فيه سيستس، يعني من كتر ما فضي من الكالسيوم بقى فيه فجوات سيستس حويصلات، لدرجه يسموا المرض ما عندناش الكلام ده، اوستيايتس فايبروزا سيستيكا، كل حاجه لها معنى.
اوستيايتس يعني في التهاب في البون بدليل ان في بون بين اوستيايتس. فايبروزا يعني بقى بضعف الفايبر زي الفايبرس تيشو قابل للكسر هو ماشي من غير ما حد يخبطه يتكسر. وسيستيكا مليان بسيست. للزملاء الاصغر سنا مش ليكوا المرض ده بيسموه فون ريكلينغهاوسن ديزيز. فون ريكلينغهاوسن ديزيز بقى ايه هو الفون ريكلينغهاوسن ديزيز؟ اللي هو اوستيايتس فايبروزا سيستيكا. البوم ملتهب اوستيايتس فايبروزا مثل الفايبرس تيشو ضعيف فراجايل قابل للكسر وسيستيكا لانه مليان فجوات. اما زيد الكالسيوم الاكسلاتابيلتي يحصل فيها ايه يا اولاد؟ تقل الاكسلاتابيلتي ماشي عكس الكالسيوم. يبقى ثالث حاجه اللي عنده ماسل ويكنس وتايرنج. بالاضافه في حاجات اخرى دي مش مهمه قوي ابدومينال بين نوزيا غثان نفس فوميتنج قيء لوس اوف ابيتايت فقدان الشهية. ده البرايمري هايبر باراثيرويديزم. امال ايه السكندري هايبر باراثيرويديزم؟ علمنا اما اقول برايمري يبقى الخلل في الغدة المعنية الباراثيرويد فيها ادينوما هايبربليزيا. انما سكندري يبقى الباراثيرويد جلاند بتشتغل كتير بتطلع باراثيرمون كتير بس الخلل مش فيها كنتيجة لحاجة تانية. ايه بقى الحاجة التانية؟ نقص الكالسيوم. اي مرض يؤدي لنقص الكالسيوم احنا قلنا اهم ستيمولس للباراثيرمون هو نقص الكالسيوم لان وظيفته الوحيده انه بيزود الكالسيوم. فلما الكالسيوم يقل عشان يزوده لازم يزيد الباراثيرمون. فالسكندري هايبر باراثيرويديزم سببها الرئيسي نقص الكالسيوم في الدم. طب ايه الحاجات اللي تنقص الكالسيوم؟ ناخد شويه حاجات مهمه. واحد من اشهر اسباب العيانين اللي عندهم فشل كلوي اللي بيعملوا غسيل في الكلى كرونيك رينال فيلير. ليه؟ لان في الكرونيك رينال فيلير بيحصل ريتينشن اوف فوسفات. هو المفروض الكليه السليمه بترمي الفوسفات في اليورين عشان تعمل بفر للاسيدز فما بترميش فالفوسفات حصل له ريتينشن في الدم. اما الفوسفات يزيد الكالسيوم يقل لان قلنا حاصل ضربهم يساوي ثابت اللي هو السوليبيتي برودكت. يبقى اشهر سبب للسكند هايبر باراثيرويديزم كرونيك رينال فيلير. ثاني سبب ينقص الكالسيوم نقص فيتامين دي. مش فيتامين دي ده كان هو الاساس اللي بيعمل ابزوربشن من الكالسيوم من الانتستين وبيساعد الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم في الكيدني. نقص فيتامين دي نقص كالسيوم وبالتالي يزود الباراثيرمون. ثلاثة نقص الكالسيوم ان دايت. واحد ما بياكلش الديري برودكتس والزبادي واللبن والجبنه والحاجات الحلوه اللي كلها كالسيوم دي او في مرض بيعوق الكالسيوم ابزوربشن. ادي اسباب السكندري هايبر باراثيرويديزم تبقى عارفها. يبقى ده المرض الاقل اهميه اللي ما بيجيبوهوش كتير اللي هو الهايبر باراثيرويديزم. في كم نوع؟ نوعان. برايمري يبقى الخلل في الباراثيرويد يا ادينوما يعني ورم حميد يا اما هايبربليزيا زياده في عدد الخلايا. ايه التشينجز في الدم وفي اليورين تبقى حافظها صم؟ في الهايبر في اتنين في البلد كالسيوم وفوسفيت واتنين في اليورين كالسيوم وفوسفيت. تلاتة بيزيدوا واحدة بتنقص. يبقى الطالب الذكي المذاكرة فن انت تعرف مين اللي نقصت يبقى التلاتة تنزل. مين اللي نقص؟ مين اللي نقص؟ فوسفيت ان بلد. فوسفيت ان بلد لانه الباراثيرمون بيرمي الفوسفيت في اليورين كتير فنقص في الدم وطالما رماه في اليورين عشان كده زاد في اليورين. اما الباقيين زايدين في هايبركالسيميا وفي اليور الاثنين زايدين كالسينوريا اند فوسفاتوريا. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. ايه المانيفستيشنز؟ اهم حاجه الكيدني والبون. اما ينزل الكالسيوم كالسينوريا بالهبل ومعاه حتى فوسفاتوريا يبقى طبعا هيحصل رينال ستونز وحفظتها لكم متعدده ومتكرره كارنت رينال ستونز كارنت ريكاسف ريكارنت مالتبل رينال ستونز يعني يا مالتبل يا ريكارنت او الاثنين مالتبل وريكارنت. يبقى علمتك في الطب لو جالك عيان بيجي له حصوات في الكليه متكرره او يعني متعدده او الاثنين متكرره ومتعدده اوعى تفكر في حاجه غير الهايبر باراثيرويديزم. نمره واحد. ومعلومات فقر المعلومات العامه اللي بقولها لكم يا اولاد اهم حاجه في الدنيا انك تصرف في شرب الميه. الناس اللي بتشرب ماء قليله وبتبقى دي هيدريتد
نسبة حدوث حصوات في الكلى عندها ده بره الموضوع بتزيد 4 to 6 times. يعني اي واحد عنده حصوة في العالم ده اهم حاجة يعملها انه يشرب مياه كتير. كلنا لازم نشرب مياه كتير لان نقص شرب المياه بيزود فرصة تكون الحصوات من غير فرط ثيرويد من غير حاجة 4 to 6 times. كانت هذه فقرة في معلومات العام. يبقى الكلية هيحصل recurrent or multiple or recurrent and multiple renal stones. وطبعا نازل كالسيوم فوسفيت بالهبل يبقى العام ده بيروح التواليت كتير excessive urination. طب نيجي البون، هو الكالسيوم ده والفوسفيت جايين منين اساسا؟ جايين من البون. ان اكبر معول لتحطيم البون هو الباراثيرمون هرمون، ولا يتاثر العظم في مرض قدر تاثره ان هايبر باراثيرويدزم. قلت في زياده الكورتيزول زي ما هنشوف في الغده القادمه باذن الله بيبقى فيه ثقوب في العظم، انما ده فيه سيست فجوات. ففي بون ويكنس قابل للكسر فراجايل وانت ماشي، يسموها باثولوجيكال فراكشر، غبط خبط او مع فيري سلايت تروما، خبطه ما تستدعيش يعني ما فيش خبطه خالص او خبطه تافه. وفي بين وجوينت، في بون وجوينت بين. وقلنا المرض اسمه ايه ما عليناش للزملاء الاصغر سنا، اوستيايتس فايبروزا سيستيك. وهو بيشرح المرض اوستيايتس التهاب في العظم يبقى فيه وجع، فايبروزا ضعيف زي الفايبروس تيشو، سيستيكا في فجوات. دول الاثنين المهمين. بعد كده بقى ماسل ويكنس وتايرنج عشان خاطر الاكسيتابيلتي بتقل، الجهاز الهضمي ملخبط، نوزيا وفوميتنج وابدومينال بين ولوس اوف ابيتايت. دي زياده ما اعتقد عدد كبير من الناس ما يعرفوهاش. تاني نوع اللي هو السكندري هايبر باراثيرويديزم يا فريد، ده يبقى العيب مش في الباراثيرويد. امال ايه اللي زود الباراثرمون؟ هو ايه اهم ستيمولس ليه؟ نقص الكالسيوم، ان في حاجه نقصت الكالسيوم فاستجابت الباراثيرويد جلاند بانها زودت الباراثرمون. مي زي ايه؟ اشهر سبب كرونيك رينال فيلير، حصل احتجاز في الفوسفيت، فالفوسفيت لما زاد في الدم قلل الكالسيوم لان حصل ضربهم يساوي ثابت، او نقص فيتامين دي اللي هو مهم للابزوربشن بتاع الكالسيوم والري ابزوربشن من الكيدني، او واحد ما بياكلش كالسيوم، نقص الكالسيوم ان دايت والكالسيوم ابزوربشن. في اولاد الباراثرمون ريسبتور ساعات بعض الناس تسال فيه، في نوعين من الباراثرمون ريسبتور، في ريسبتور 1 باراثرمون ريسبتور 1 ده المهم، ده المهم يا اولاد، ده اللي موجود في البونز والكيدني اللي هو الملاعب الاساسيه اللي بيلعب فيها الباراثرمون، لان قلنا حتى الباراثرمون ما بيلعبش في الانتستين لو انت فاكر، بيبعت ابنه اللي هو فيتامين دي اللي هو عامله هو اللي يلعب له. انما الملعبين الاساسيين البونز والكيدني. هنا نوع ريسبتور ايه؟ اسمه باراثرمون ريسبتور 1. وعلى فكره ده في بروتينز ريليتد تو باراثرمون بتشتغل على نفس الريسبتور، يعني هذا الريسبتور 1 بيشتغل عليه الباراثرمون نفسه والبروتينات اللي هي شبه الباراثرمون، سموها باراثرمون ريليتد بروتين، شغال على ريسبتور نمبر 1 ده المهم يا اولاد. هل في ريسبتورز اخرى؟ في ريسبتور 2 بس ده ما يعنيناش قوي، ده موجود في السنترال نيرفوس سيستم، في البنكرياس، في البلاسينتا، في التستس. طب الريسبتور دي نوعها ايه؟ معروفه طبعا، هو الباراثرمون ده مش قلنا الغدد اللي بحرف البي بيتيوتري وبنكرياس وباراثيرويد كلها بتطلع بروتين او بوليبيبتايد بحرف البي. طب البروتين والبوليبيبتايد بيشتغلوا ازاي؟ اقولها كل مره، نون جينوميك، ما بيدخلوش جوه الخليه لان هم ما ليبيد لايبوفيليك، ما بيدوبوش في السيل ممبر اللي هو ليبيد، بيبقوا على الاوتر سيرفيس بتاع السيل ممبر في ريسبتور، والريسبتور ده متصل بجي بروتين، والجي بروتين بيشتغل عن طريق سكند ماسنجرز، كان من ضمنهم مثلا السايكليك ام بي او اشهرهم اثنين السايكليك ام بي والانستول ترايفوسفيت والدايسايل جيسو. يبقى هنا لما يجيب لي في الام اس كيو ان الريسبتور بتاعت الباراثرمون دول جي بروتين كابل ريسبتور، صح، ريسبتور ماسك في جي بروتين. عيدها تاني، قلتها مليون مره، الغدد اللي بحرف البي قولها حضرتك بيتيوتري بنكرياس وموضوعنا باراثيرويد، تطلع هرمون تركيبها بحرف البي بروتين او بوليبيبتايدز اللي هم ما بيدوش في الليبيد، يبقى السلم يبقى الريسبتور بتاعهم فين؟ في الاوتر بوردر اوف سيل ميمبرين. طب ازاي ده هيشتغل جوه؟ لانه متصل بجي بروتين، والجي بروتين بيبعت سكند ميسنجر، فيقولوا عليهم جي بروتين كابل ريسبتور. مين اشهر تو سكند ميسنجر؟ سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي. ثم لو الموضوع فيه كالسيوم هنستخدم الانزيتول ترايفوسفيت والدايسايل جليسرول.
هل في اتنين تانين جاست تذكرهم؟ اللي هو السايكليك جي ام بي والكالسيوم كالمودولين سيستم. اهو بنراجع يا اولاد. نيجي بقى للبيج الاخير والاهم، وهو مرض التيتاني. وركز معايا كويس قوي لان دي مشكله عند كثير من الناس ونظري مهم. اس الف مرض التيتاني اهو تشنج. مع شق مثل عشق النظام هتكلم على التيتاني في اربع نقاط. اول نقطه ديفينيشن، تعريف التيتاني، الارجوحه المشهوره. فاكر كنت قلت لكم مين اهم اين ياثر في الاكسايتابيلتي في الجسم؟ لو كتب لك اربع اينات في الام اس كيو قال لك اختار اهم واحد بياثر في الاكسايتابيلتي، ما تقراش السؤال. كالسيوم. طب السكند كومون للاوائل، ليه كنتوا بس مش للطلبه الممتازين، للاوائل. مغنيسيوم، عنده هاف بوتنسي اوف كالسيوم، نص قدره كالسيوم. فما هو تعريف التيتاني؟ قلت العلاقة بالإكسيتابيلتي والكالسيوم علاقة معكوسة زي الأرجوحة. لو نقص الأيونايز كالسيوم هيزيد النيوروماسكور إكسيتابيلتي، زاد الأيونايز كالسيوم اللي هو مش موضوعنا هيقل النيوروماسكور إكسيتابيلتي. فما هو تعريف التيتاني؟ اوعى تنسى الأرجوحة دي. زيادة في النيوروماسكور إكسيتابيلتي بسبب نقص، افتح ودنك، افتح ودنك للأوائل، الايونايزد كالسيوم. ما تقوليش كالسيوم، اللي ناقص هو الايونايزد كالسيوم. قلتها كما قوه شمشون في شعره، قوه شمشون كانت في شعره، قوه الكالسيوم في التشارجز. فلازم يبقى ايونايزد. الايونايزد كالسيوم هو الاكتف كالسيوم، لو مش ايونايزد يبقى مش اكتف. يبقى الاوائل بيقول كده جمل تخلي الممتحن معجب من اول ما بيقول الديفينيشن. ما هو التيتاني؟ زيادة في النيوروماسكولار اكسايتابيلتي بسبب نقص، افتح ودنك، الايونايز كالسيوم. هيسألك قول لي طب التفسير ليه لما بينقص كالسيوم بتزيد الاكسايتابيلتي؟ لان الكهرباء بتزيد. هو مين اللي بيعمل الديبولاريزيشن في الجسم؟ صوديوم انفلكس معايا من خلال ايه؟ فولتج جيتد صوديوم شانل. مين البادي جاردز اللي واقفين على البوابات بيمنعوا دخول الصوديوم؟ الكالسيوم. الصوديوم بوزيتيف والكالسيوم عنده اثنين بوزيتيف باي فيلان. يبقى لما يبقى في كالسيوم كتير الصوديوم ما يدخلش. طب العكس اللي هو موضوعنا دلوقتي، لو قللت الكالسيوم هو قل، يبقى الصوديوم هيدخل اسهل، يبقى هيقل الثريشولد بتاع الفولتج جيتد صوديوم شانلز، فيدخل الصوديوم اكتر، يعمل ديبولاريزيشن اكتر، كهرباء اكتر، اكسايتابيلتي تزيد. يبقى سبب زياده الاكسايتابيلتي بسبب نقص الايونايز كالسيوم هو ان نقص الايونايز كالسيوم بينقص الثريشولد بتاع الفولتج جيتد صوديوم شانلز. شلت الحرس اللي واقفين على بوابات الفولتج جيتد صوديوم شانلز، يبقى خلاص الصوديوم يمرح ويهرج ويدخل، مفيش حد بيمنع، فتزيد الاكسايتابيلتي. النقطة الثانية كوزس، ما عشقت مثل عشق النظام يا أولاد. ما هي أسباب التيتاني؟ قلت إن السبب الأساسي ما بقولش الوحيد، لأن إحنا هنا بنصنع الأوائل، هو نقص الأيونايزد كالسيوم. طب إيه أسبابه؟ قلت بطريقة جميلة أوي. اكتب المعادلة وأنت هتعرف كل أسبابه. المعادلة كانت بتقول حاصل ضرب الأيونايزد كالسيوم في الانورجانيك فوسفيت يساوي ثابت اللي هو السوليبيلتي برودكت. وتعالى ناخدها من الاخر للاول. يبقى امتى هيقل؟ يبقى مفيش تيتاني غير لو نقص الايونايز كالسيوم. يبقى عاوزك تلعب في اطراف المعادله الثلاث اللي هو الكالسيوم والفوسفور والسوليبيلتي برودكت بما يحقق في النهايه نقص الكالسيوم. عشان الكالسيوم ينقص لازم ننقص السوليبيليتي برودكت. طب وهي السوليبيليتي برودكت بتنقص امتى؟ يعني الكالسيوم ما بيدوبش في انهي وسط؟ في الوسط الالكالين. فعشان كده اول سبب الكالوزيس. اي مرض، وفي امراض كتيره جدا تديك قاعديه قلويه في الجسم، الكالوزيس هتنقص السوليبيليتي برودكت، يبقى الكالسيوم مش هيدوب، هيقل الايونايز كالسيوم.
يحصل لك تيتاني. طب الثريشولد بتاع التيتاني نورمال البي اتش 7.4، لو زاد ل 7.6 يبقى يحصل لك على طول تيتاني، فيسموها الثريشولد اوف تيتاني. ده اول سبب. تاني سبب، العيانين اللي عندهم كرونيك رينال فيلير لسه قايلينهم بيحصل لهم ريتنشن للفوسفيت، الفوسفيت بيحصل له ريتنشن. طب وبالتالي ادام حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفيت ثابت يبقى الكالسيوم يقل. ده السبب التاني ان هو رينال فيلير. برضو للزملاء الاصغر سنا، عشان الطب حاجه والمعلومات المجرده الثيوريتيكالي حاجه تانية. افتكر مره طالب سالني، بس انا عندي قريب عنده كرونيك رينال فيلير وما عندوش تيتا. قلت له طبعا انها رير. ليه بقى؟ ليه معظم العيانين اللي عندهم كرونيك رينال فيلير ما عندهمش تيتا؟ بعضهم فقط. لان الرينال فيلير بيعمل حاجتين بيعكسوا بعض، بيعمل ريتينشن فوسفيت، ودي من ناحيه تنقص الايونايز كالسيوم لان حصل ضربهم ثابت. لكن الكرونيك رينال فيلير بيعمل ريتينشن ريتينشن ريتينشن.